احتجاجا على القرارات الحكومية القاضية برفع الدعم عن مادة الخبز وفرض الضرائب والرسوم على بعض السلع والخدمات، نفذ أبناء لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب. المشاركون في الوقفة التي نظمها حراك المزار الجنوبي أكدوا ضرورة أن تتراجع الحكومة عن قراراتها التي طالت الطبقة الفقيرة وأن تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما عبروا عن رفضهم المساس بمدخرات المواطنين في مؤسسة الضمان الاجتماعي. كذلك كانت قضية القدس وفلسطين حاضرة خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث حي المشاركون صمود الفلسطينيين في وجه آلة القمع الاحتلالية، معربين عن تنديدهم بالصمت العربي والدولي إزاء جرائم الاحتلال وانحياز الإدارة الأمريكية. هذه الوقفة هي استمرار للوقفات السابقة على مستوى المملكة، وهي تأتي تأكيدا للمطالب الإصلاحية التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، والتي بدأنا نشعر أن هنالك خلل حقيقة وفساد بدأ يظهر في الضمان الاجتماعي. فلنؤكد للجميع أن الضمان الاجتماعي سيمس كل بيت أردني وكل مواطن أردني، حتى العسكري وحتى المدني سيتأثر من هذا الضرر. لذلك نحذر حقيقة من اللعب والاستثمار بأموال الضمان الاجتماعي، وهي الملاذ الوحيد للمواطن الأردني. نحن مستمرين ولن نتخلى عن مطالبنا في الإصلاح، نحن مستمرين حتى ترفع الدولة أيدي الفاسدين عن فلوس الضمان الاجتماعي، حتى يكون هنالك تعديلات دستورية ذات معنى وإصلاح ذو معنى.